سيداتي وسادتي، ننتقل بكم الآن وعلى الهواء مباشرة لنقل وقائع وصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك لترأس وفد دولة الكويت مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة 28 على مستوى القمة العربية. فإلى هناك. سيداتي وسادتي، ننقل بكم الآن وعلى الهواء مباشرة لنقل وقائع وصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك لترأس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة 28 على مستوى القمة العربية. ويرافق سموه حفظه الله ورعاه وفد رسمي يضم كلا من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس خالد الصالح، ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد، والمستشار بالديوان الأميرية محمد عبد الله أبو الحسن، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبد الله الصباح الناصر الصباح، ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجر الله، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف حمد الرومي، ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميري الشيخ فواز سعود الناصر الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية. أيها الأخوة والأخوات، من المقرر أن تشهد القمة حضورا كبيرا من قبل القادة والزعماء العرب في أعمال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية في دورتها 28 على مستوى القمة، والتي ستركز على قضايا عديدة أبرزها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في العراق وليبيا، وأيضا محاربة التطرف والإرهاب. أيها الأخوة والأخوات، تستضيف عمان العاصمة الأردنية أعمال اجتماع الدورة العادية على مستوى القمة لجامعة الدول العربية في دورتها 28 بمشاركة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، حيث ستناقش القمة العربية عددا من الموضوعات الساخنة وعددا من القضايا العربية المشتركة والإقليمية أيضا. أيها السيدات والسادة، القمة العربية تأتي في ظل أوضاع عربية صعبة، سواء على مستوى النزاعات المسلحة والإرهاب، عبر تشكيل موقف عربي موحد في هذه القمة العربية ضد العديد من الملفات. وأيضا أيها الأخوة والأخوات، مواجهة المخاطر التي تحيط بالأمة العربية على أمل أن تتحرك الدول العربية بحزم وقوة نحو حل الأزمات وتطوير مسار العمل العربي المشترك. إن القمة العربية 28 ستنطلق غدا بمشيئة الله تعالى في منطقة البحر الميت
على الضفاف الغربية لامتداد العاصمة الأردنية عمان. وبمشيئة الله سيصل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في هذه اللحظات على رأس وفد دولة الكويت المشارك في القمة العربية في دورته العادية 28، والذي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية. إن مشاركة الكويت أيها الأخوة والأخوات تأتي دعما لحل سريع للأزمات التي تمر بها المنطقة ومواجهة التحديات التي تواجه أمن واستقرار المنطقة. وخلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية تم الاتفاق على 17 بندا لنقاشها في القمة، ابتداء بملف القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة السورية وملف اللاجئين وتطورات الوضع في ليبيا واليمن وغيرها من القضايا التي تهم المنطقة العربية. سيصل بمشيئة الله سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وعلى رأس مستقبلي حفظه الله ورعاه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مبينة على عمق الروابط بين شعبي البلدين وعلاقات تعاون تأخذ في الاعتبار تحقيق المصالح المشتركة للبلدين. إذن أيها الأخوة والأخوات، يصل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وعلى رأس مستقبلي جلالته الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يصل في هذه اللحظات إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك لترأس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية 28 على مستوى القمة العربية إذن سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في استقباله جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. إذن أيها الأخوة والأخوات، ننقل لكم هذه الصور الحية والمباشرة لوقائع وصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك لترأس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية 28 على مستوى القمة العربية. ويرافق سموه حفظه الله ورعاه كما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات وفد
رسمي يضم كلا من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس خالد الصالح، ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد، والمستشار بالديوان الأميري محمد عبد الله أبو الحسن، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبد الله الصباح الناصر الصباح، ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجر الله، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف حمد الرومي، ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميري الشيخ فواز سعود الناصر الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية. إذن أيها الأخوة والأخوات، أن مشاركة الدول العربية على هذا المستوى سيكون له دور أساسي وله أيضا تأثير فعال في التصدي لما نواجهه من تحديات ومخاطر على كل المستويات في منطقتنا العربية. حارس الشرف، سلام، قف. إذن أيها الأخوة والأخوات، بعد إعلان السلام الوطني لكلا البلدين يتوجه الآن سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة برفقة ضيفه الكبير سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، والذي يشارك في أعمال القمة العربية في دورتها 28 على مستوى القمة العربية، والتي تعقد هذه القمة أيها الأخوة والأخوات وسط تحديات صعبة يشهدها الوطن العربي وملفات بالغة التعقيد ينتظر حلها، تعقد غدا بمشيئة الله في مملكة الأردن أعمال الدورة العادية 28 لمجلس جامعة الدول العربية وسط حضور لافت
من قبل قادة الدول العربية المشاركة. فكما تشاهدون أيها الأخوة الأخوات، قادة الدول العربية بدأوا بالتوافد إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في أعمال القمة التي ستعقد غدا في منطقة البحر الميت، والتي تبحث العديد من الملفات، وعلى رأسها ملف الإرهاب والملف السوري، بالإضافة إلى الأوضاع في اليمن والقضية الفلسطينية. فكما تعلمون أيها الأخوة الأخوات، ومن المقرر أن تبحث قمة القادة العرب 17 بندا رفعه وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم التحضيرية، والتي ستعمل على تفعيل مبدأ العمل العربي المشترك. معلقين الآمال الكبيرة أن يتحقق من خلالها ما نتطلع إليه من تحريك وانتقال للواقع العربي من حالة صعبة وحرجة إلى أوضاع وفضاء أفضل في العالم العربي. إن مشاركة الدول العربية أيها الأخوة الأخوات على هذا المستوى سيكون له دور أساسي وله تأثير فعال في التصدي لما نواجهه من تحديات ومخاطر على كل المستويات في منطقتنا العربية. إن القمة العربية تولي القضية الفلسطينية كل الاهتمام والعناية، وهي تتصدر جدول أعمال القمة العربية حتى تستمر القمة العربية بالتحرك والتقدم للقضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط. يصل أيها الأخوة الأخوات سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على رأس وفد دولة الكويت المشارك في القمة العربية في دورته العادية 28، والذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية. إذن سيداتي وسادتي، نقلنا لكم وقائع وصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك لترأس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية في دورتها 28. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.